All I got is so bad. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن أهم الغرائب الموجودة في مدينة الساندينيس. طبعا زي ما تعرفون مدينة الساندينيس واحدة من أكبر المدن في اللعبة، وصراحة صراحة مدينة الساندينيس مليئة بالغرائب والأسرار، مليانة جدا. وأيضا مدينة الساندينيس فيها الحرامي وفيها النصاب وفيها النشال وفيها العنصري وفيها أيضا المتشدد بالدين وفيها اللي يغني وفيها، يعني مدينة مليانة بالناس ومليئة بالثقافات. ففي هذا المقطع راح نبحث في مدينة الساندينيس وغرائبها أكثر وأكثر وأكثر، فتعالوا سويا نبحث. أول شخص راح نتكلم عنه في مدينة الساندينيس هو هتلر العنصري. طبعا هو ما هو هتلر الحقيقي لكن يشبه جدا لهتلر. طبعا هذا الشخص راح يظهر في مدينة الساندينيس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 مساء، وفي هذه الفترة راح يحث الناس ويحرضهم على العنصرية اتجاه الأشخاص ذوي البشرة السوداء، وأيضا أثناء حواره يطلق بعض العبارات القذرة جدا عن هؤلاء الأشخاص الطيبين. فتعالوا سويا نسمع إيش يقول عنهم هتلر العنصري. Consider myself pure. And then I want you to ask yourself, what is the most disgusting, revolting, vulgar, and depressing thing in all creation? Mingling. Co-mingling. Nature. Nature likes purity. Nature does not like co-mingling. You, sir. Hi there, mister. Do you want a pamphlet? Okay. Read it. It's really interesting stuff. I explain, using real science, why we whites are under attack and what we must do to fight back. Under attack? Yes, under attack. People aren't the same, sir. I mean, white people are the same. And all the other races are trying to kill us. I don't want to die, sir. I got friends who's Mexican, friends who's Indian, known blacks, Irish, Italians, good and bad and all. I've known good white people and bad white people. And above all, dumb white people. You, sir, are a real fool. How can you possibly believe in equality? I've never heard such nonsense in all my natural born days. This man believes people are equal. Speak for yourself, sir. Speak for yourself. I'm sorry. You just call me a fool? A fool! A fool! A fool! Come here! طبعا زي ما شفتوا للأسف عنصرية في عنصرية في عنصرية. طبعا زي ما سمعتوا هتلر العنصري يقول انه الاشخاص ذوي البشرة السوداء يشكلون خطرا كبيرا جدا علينا حنا يا البيض، وانه في احد الايام راح يقتلونا وراح يطغونا وراح يسيطرون علينا بشكل كامل. وايضا هتلر العنصري قال انه حنا يا البيض ابدا ابدا ما راح نتساوى مع ذوي البشرة السوداء، وحنا أفضل منهم وحنا في طبقة عالية جدا عن هؤلاء الأشخاص، وكان يطلق يعني بعض العبارات العنصرية اللي ما أبغى أقولها. فصراحة هذا الشخص جدا سيء. بعدها هتلر العنصري قال لآرثر يا غبي يا غبي يا غبي، بعدها على طول هرب زي ما شفنا. طبعا حنا ما نبغى نمسكه عشان في حوار رح يصير بينك وبينه بعد 24 ساعة، فتعالوا سويا نسمع هذا الحوار. No, you
pathetic moron. Moron? These are facts. I bet you imagine a world where your grandchildren are subservient to monkeys. You're pathetic. طبعا زي ما سمعتوا هذه المرة آرثر هاجمه وسبه ووراه شغله، يعني ما خلاه يتنفس. طيب خلونا نأدب ونجلد هذا العنصر جلد ونشوف ايش وضعه ابن الذين. طبعا اول شي جاء في بالي اني اروح امسك هذا العنصر بالحبل واجلده جلد واكتفه صح، بعدين فكرت قلت انه اول ما ارمي الحبل عليه راح تجيني وونتد ليفل والشرطة راح تداهمني وتقروشني وجوائز وهرجة طويلة، لكن هذا الشي يعني ابدا ابدا ما حدث. رحت مسكت هذا العنصر بالحبل والشرطة ما جاتني ابدا، وسكان مدينة الساندينيس ولا واحد فيهم راح يبلغ الشرطة ابدا، كأنه الوضع طبيعي، بل انه انا اخذت هتلر على ظهري ورحت سلمت على الشرطي، كيف حالك طيب اخبارك مبسوط، والشرطي على نفس الوضع ما في اي اهتمام ولا عصب علي ولا حط على راسي باونتي ولا جاني اي وونتد ليفل. يعني تحس انه سكان مدينة الساندينيس يشوفون الشيء اللي انت تسويه شيء صحيح وشيء طبيعي، وايضا يشوفون انك قاعد تقدم لهم معروف، يعني انت يا آرثر مورغان جاي لمدينة الساندينيس وبتخلصنا من هذا العنصر النذل، فهذا شيء كبير جدا ونحن نشكرك عليه، لهذا ما راح نبلغ عليك، ويعني حتى الشرطة ما هم طايقينه، يعني ما جاك وونتد ليفل ولا حاجة، فكأنك تتعامل مع عدو لمدينة الساندينيس، أبدا ما حد مهتم بهذا الشخص. طبعا لما تفك قيد هذا العنصري أبدا أبدا ما راح يتضارب معاك ويعني يطلع لك سكين أو يطلع لك مسدس عشان يقتلك، لا، هذا الجبان راح يهرب منك وراح يحاول بقدر الإمكان إنه يضيعك. ترى أغلب العنصريين زي كذا جبناء، فقط كلام بلا فعل. تستاهل تستاهل، هذه جزات انك تكون عنصري عندي، ما في الا جلد يا جبان. طيب خلونا ننتقل للموضوع اللي بعده. زي ما قلت لكم في بداية المقطع انه في مدينة الساندينيس في حرامية ونصابين كثيرين جدا في المدينة، واحد هذول الاشخاص راح يكون الشحات النصاب هذا، فتعالوا شوفوا معايا. Here you go, oh, friend. Bless you, mister. Truly, you're a saint. Yes, sir. There should be more people in the world like you. God bless. Hello? Someone there? Can you spare anything for a blind man? Thank you for your kindness. Reckon it's time I tried a different spot. You'll have to practice if you want to get away with that parlor trick. Just leave me alone. I'm surprised no one shot you for pulling this stunt. You already took my money, all right? Just leave me alone. Out of the way! Okay, I ain't really blind. Just take it easy. طبعا زي ما شفتوا طلع نصاب وما هو أعمى ولا حاجة، فقط يتظاهر انه أعمى عشان يكسب تعاطف الناس. صراحة مدينة الساندينيس فيها غرائب كثيرة جدا، يعني بالله كيف جاته فكرة هذا انه يتظاهر انه أعمى عشان يعني يكسب فلوس؟ غريب يعني عفريت هذا. طيب خلونا ننتقل للموضوع اللي بعده، وموضوعنا راح يكون عن هذا الشخص، وهذا الشخص راح يطلب منك انك تشتري منه كتاب معين. Hello friend. Do you want to be rich? Sure, I'll take one. That'll be $50. $50 for a book? And cheap at the price. You read this and you'll want to give me 100 more. That ain't news. Sure.
طبعا زي ما شفتوا كتاب هذا الشخص راح يكون سعره 50 دولار، ومحتوى الكتاب راح يكون كيف تصير غني في أيام قليلة. طبعا زي ما تعرفون 50 دولار في ذيك الفترة تعتبر مرة كثير. طيب خلونا نشوف الكتاب هل فعلا يستاهل المبلغ أو لا. طبعا الكتاب كله على بعضه راح يكون 4 أوراق فقط، 4 أوراق فقط ب50 دولار. شفتوا لما يقولون الكتاب باين من عنوانه؟ هذا المثل ينطبق 100% على هذا الشخص وكتابه. المهم إننا نصبنا ب50 دولار. I think I'd like my money back. We'd all like our money back, buddy. Caveat emptor, as my old man used to say. Well, my old man used to say different things. Now give me my money. Get out of here. You get out of here. طبعا زي ما شفتوا تقدر ترجع لهذا الشخص بعد فترة وتطالب بفلوسك، وفعلا راح تقدر تاخذ بفلوسك لكن بالقوة، يعني مو بالسهولة. ما راح يطلع فلوس يعني من جيبه ويعطيك اياها، لا لازم تاخذها بالقوة. صراحة طلع نصاب ونصب علينا، ثاني شخص ينصب علينا في مدينة الساندينيس. بكل بساطة هذا هو مقطعنا لليوم، فشاركونا في خانة التعليقات آراءكم وآراءكم عن مدينة الساندينيس، وأيضا شاركونا في خانة التعليقات هل تبغون نبحث عن غرائب في مدن أخرى، على سبيل المثال الغرائب في مدينة رودز أو الغرائب في مدينة الفالنتاين وزي كذا. قولوا لنا في خانة التعليقات يا لهبيين. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.